هذه اتفاقية وقعت ما بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف التنمية الدولي. مصرف التنمية الدولي هو مصرف عراقي له أفرع كثيرة في العراق، وكذلك له تواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ويتطلع إلى فتح أفرع أخرى في أبوظبي وفي الشارقة وفي إمارات أخرى حسب ما صرح فيه رئيس المصرف. نتطلع من هذه الشراكة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لفتح آفاق في العراق الشقيق لها في دخول هذا السوق، وعندما تكون تحت مظلة مصرف سوف يعني تسهل هذه العملية دخول هذه الشركات إلى السوق العراقية. كذلك شراكات ما بين المؤسسات التجارية ما بين العراق ودولة الإمارات، المصرف موجود يدعم الشراكات ويدعم الشركات اللي موجودة العراقية في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم الشركات الإماراتية في العراق كذلك. الأمر الآخر في يعني اللي ان شاء الله نتطلع عليه من مخرجات هذه المذكره هو الشراكه الاستراتيجيه. نتطلع الى عقد كثير من ورش العمل بما يخص الاستثمار في العراق والطرق الصحيحه ل يعني دخول هذا السوق بخبرات مصرفيه موجوده من العراق الشقيق موجوده، سوف تسهل عمليه يعني استخراج الرخص وبدء هذا التصدير إلى العراق والاستيراد من العراق، وتكون داعم لهم. ووجود البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهل عملية التواصل ما بين هذه الشركات إن كان سواء مقرها في دولة الإمارات أو في العراق الشقيق. حقيقة اليوم وبفضل الله تم توقيع اتفاقية استراتيجية مهمة ما بين مصرف التنمية الدولي في العراق والإمارات وبين مع غرف اتحاد الإمارات. تهدف هذه الاتفاقية حقيقة إلى تعاون استراتيجي لدعم القطاع الخاص، ومصرف التنمية الدولي هو البنك العراقي الأول المرخص للعمل كمصرف فرع عامل في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، مرخص من المصرف المركزي الإماراتي حقيقة. وتنسجم هذه الاتفاقية مع أهداف وتوجهات بنك التنمية الدولي في تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم عملية التبادل التجاري بين البلدين ودعم الاستثمار بين البلدين حقيقة، ودعم رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول إلى السوق العراقية، ودعم المستثمرين العراقيين للدخول إلى السوق الإماراتية. حقيقة يعتبر العراق هناك خصوصية في عملية التبادل التجاري بين العراق والإمارات، حيث يعتبر العراق هو الشريك التجاري الخامس لدولة الإمارات، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول للعراق بحجم تبادل تجاري وصل للسنة الماضية إلى 23 مليار دولار وبمعدل نمو 23%. واجبنا كبنك التنمية الدولي أن ندعم عملية التبادل التجاري بين البلدين، ونزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونعمل على دعم الشركات والمستثمرين الإماراتيين للدخول إلى السوق العراقية. أيضا واجبنا حقيقة للمرحلة القادمة أن ننقل التجارب الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السوق العراقي، ونأمل في المرحلة القادمة حقيقة هذا التعاون ينتج عنا تحقيق هدفنا الأسمى وهو التوأمة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. شكرا.